لا دانا لا، أنا ما أصدق. فيصل شعب وقوي ورياضي، لا تغرج المظاهر. فيصل إنسان ضعيف تعبان هش من الداخل خاوي، بس جثة تمشي. أبيك تدشين عليه الحين وتقولي له الكلام اللي بقول لك إياه، بس أبدا لا تجيبين سيرة عن حالته. هو ما يدري؟ لا طبعا ما يدري، إذا درى أصلا بيروح من بين يدينا. وأنا منعت الدكتور إنه يقول حق أي أحد عن حالته ويخلي ملفه سري. أنا أدري إن أبوه نذل وما راح يخليك تشوفين شوق، علشان كذي أبيك تكذبين على فيصل وتقولي لأنك شفتي شوق وهي بخير وعافية وتطمنينه علشان يرتاح. هلا شوق. إيه أستاذة معك. فيصل وين الحين؟ أنتي وينك فيه؟ تقدرين تطلعين؟ أنا ما أقدر أطلع، لو طلعت مرت أبوي وجه تتأذى أكثر مني. زين أقدر أجيك؟ إيه تعالي، أبوي ما يجي للفير. خلاص أنا جايتك بالطريق الحين. أكيد منعم. أكيد أنا كنت شايفتها وقعدت معاها، حتى دقينا عليك وعلشان تكلمك بس أنت ما رديت. وأبوي لقها طراقين مثل العادة وخلاها ومشى. صفو الله. زين وأمي؟ أمك مو بالبيت، أتوقع راحت بيت عمتك. بعدين شال الأسئلة الزايدة هذه، بس خلاص ارتاح. راح تعبر غيد غيد. سلامتك، ما تشوف شر. أنت ليش تحسسين أنا صاحبة المشاكل بهالبيت؟ أنا الضحية هني. ماكو ضحية إلا أخوك فيصل بس بهالبيت. ليش فيصل إيش فيه؟ ما حد يجبره على شيء، لا حد زوجه بدون علمه ولا حد مديده عليه. هذه مشكلتك شوق، الأنانية، ما تفكرين إلا بنفسك، مع العلم إن مشاكلك كلها تافهة. أنا مشاكلي تافهة؟ أنت اللي ما تفهمين شيء. صحيح أنا؟ إي أنت، من تشوفين وجهي تقطين عليه حكي وتفشليني وأنا مالي شغل بشيء وتقطين اللوم علي. يا بنية أصحي، أخوك فيصل بيموت وأنت السبب. إيش قاعد تقولين؟ شفتي؟ ولا أنت داري عن شيء، عايشة مأساتك المزعومة، بينما المأساة الحقيقية ما تدرين عنها. أتزوج هذا؟ لا ما تزوج هذا. أتطلق؟ أحب؟ ما أحب؟ أنت بس هذا اللي يهمك. فيصل إيش فيه؟ فيصل أخوك مريض بالقلب. حسودي. وما يدري لأي درجة هو واصل بهذا المرض، ولا يدري منه السبب الحقيقي اللي وصله لها الحالة هذه. أنا؟ هالبيت بكبره، بآلامه، بمشاكله، بمأساته، بفقره وقرفه. فيصل فنان جميل حساس، قلبه ما قدر يتحمل كل هذا. قلبه الضعيف ما قدر يتحمل عقدة الاضطهاد عند أخته وشلون عايشة، ولا أبوه اللي عايش مراهقة متأخرة، ولا أبو ضاري وعقد نقصه، ولا أمك ومسكنتها وعمتك وتاريخ آلامها، ولا بلاويك. فيصل أخوي وينه؟ أبي أشوفه. وهو وين الحين؟ أخوك في المستشفى، والأفضل أنك ما تروحي له، لأن لو عرف بحالته ممكن يموت، ومثل ما سببتوا له مرض القلب ممكن تعجلون بموته. خسارة يشوك، خسارة بس خسارة.